18 من نوفمبر من كل عام، العيد الوطني المجيد، حيث تحتفل عمان من أقصاها إلى أقصاها ومنذ العيد الوطني الثاني في عام 1972 بهذه المناسبة. وعلى مدى سنوات طويلة اعتاد المواطنون قبل إنشاء مجلس عمان على ترقب خطاب جلالته السنوي الذي يحدد معالم العمل الوطني لعام أو أعوام قادمة وموقف السلطنة من الأحداث العالمية من خلال ثوابت السياسة الخارجية لعمان، كما حمل جلالته من خلال هذه الخطب الكثير من البشائر لشعبه الوفي، وأعلن من خلالها عن الكثير الكثير من المشروعات التنموية الكبيرة والمهمة والأعوام الوطنية كعام الشبيبة وعام الشباب وأعوام الصناعة والزراعة والقطاع الخاص والتراث، والتي تترجم على الواقع على هيئة برامج تنموية ومشاريع واستراتيجيات وطنية في مختلف المجالات. في 18 من نوفمبر من أعوام النهضة تسابقت مختلف مؤسسات الدولة أن يقترن هذا التاريخ بإنجازاتها، كما حرصت الصحف والمجلات ووسائل الإعلام أن يكون هذا اليوم بداية لانطلاقها، وصدرت العملات والطوابع التذكارية التي تخلد هذا اليوم.